ميز عملك بتطوعك، هذا هو الشعار الذي حمله الاحتفال باليوم العالمي للمسن واليوم العالمي للتطوع، الذي هدف إلى زيادة الاهتمام بفئة المسنين ورعايتهم صحيا واجتماعيا والتواصل معهم ومعايشتهم عن قرب، وأهمية دور المتطوعين ومشاركتهم في خدمة المجتمع. من الأهمية عمل التطوع لأنه مساند لبرامج الحكومة، وبالتالي دور المجتمع ضروري جدا للوصول إلى المجتمع ولمساعدة الآخرين في المجتمع. اشتمل الحفل على لوحة ترحيبية ومحاضرات دارت حول رعاية المسنين وتكريم المشاركين والمساهمين في هذه الاحتفالية. التقينا أن نهتم أيضا بهذه الفئة ودور المتطوع، والمتطوع هو كل إنسان يعطي جزء من وقته وخبرته وعلمه لإفادة الأفراد والمجتمعات. هذه الاحتفالية رسالة تثقيفية وتوعوية لكافة أفراد المجتمع بأهمية فئة المسنين وأهمية العمل التطوعي. لتلفزيون سلطنة عمان، عبد الله بن خلفان الرمضاني، مسقط.